الكتاب يقول الخطية
وهي هي التعدي، التعدي على وصية الله، دي الخطية. ولما بنتعدى على وصية ربنا كأننا بنفصل نفسنا عن ربنا. الخطية مخالفة الايه؟ الوصية. طيب ما هي خطية الإنسان الأولى بقى؟ ربنا خلق الإنسان، إذا كانت الوصية هي الخطية هي التعدي على الوصية، طب إزاي بدأت الخطية؟ ربنا خلق آدم وحواء واداهم امتيازات كتيرة، أعظم حاجة يكفي خلقهم على صورته ومثاله في العقل، في النقاء، في القداسة، في البر، ورغم إن خلقهم من تراب لكن وضع فيهم روح، فدي برضه على صورته، واداهم فرصة رغم إن كل واحد اتوجد من العدم لابد أن يرجع للعدم تاني، لكن اداهم فرصة طول ما هم على صورته متصقين بيه إن كان ممكن يحيوا إلى الأبد كمان. لكن كرمهم بحاجة كبيرة قوي، لأن هم على صورته ومثاله، إداهم الحرية إن الإنسان يبقى عنده إيه؟ حرية. فعشان عنده حرية لابد إن يكون قدامه فرصة يختار بين حاجتين، لكن لو واحد ملوش فرصة في الاختيار هيبقى في حرية؟ ما هو يعني خلاص اختار ايه اذا كان هو مش قدامي غير كده بس. ولما اداله الحرية وهو بيحبه نبهه عشان تكون اختياراته سليمة، فاداله الوصية. ايه هي كانت الوصية؟ جميع شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة الايه؟ معرفة الخير والشر. لكن طبعا زي ما انتم عارفين الانسان سقط بغواية الحياة، الشيطان دخل في الحية، وبعد كده الحية اتعاملت مع حواء، حية وحواء يعني الاسم متشابه شوية يعني أو الشيطان مشتقات يعني. وبعد كده حواء مع آدم خلف الوصية، واتبعوا الأسلوب اللي هو مازال بيتبع حتى يومنا هذا، اللي القديس يوحنا عبر عنه قال كل ما في العالم شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، دي الحاجات اللي الشيطان بيحارب ايه؟ ويحاول يضل الإنسان بيها. وبدأت بالتشكيك، حقا قال صحيح إن ربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجرة دي؟
يعني مش عارفين يا. فحاولت لها انتوا عارفين اقول لكم كده ليه؟ عشان يوم ما هتاكلوا هتبقوا زيه وهتعرفوا الخير والشر. هو مش عايزكم تبقوا زيه. وده يا ولاد الاسلوب اللي الشيطان مازال بيتبعه معانا. شككنا في رعاية ربنا وحبه لينا. ده أحيانا يشكك الأولاد في حب والديهم لهم. ويتهيأ للواحد إنه ما بيحبهوش وبيضايقوه. المهم ما علينا يعني. وبدأ بقى بالأسلوب زي الله. ده ينطبق عليه ايه؟ ده تعظم المعيشة. عايزين بقى يبقوا حاجة كبيرة. وبعدين حواء بصت للشجرة لقيتها شهية للعيون. دي شهوة الايه؟ العيون. وجيدة للأكل. شهوة الايه؟ المزل. هي خطته من اول ما عملها مع ابونا ادم وامنا حواء وما زال يتفنن معانا ويستعبطنا ويوقعنا في نفس الحاجات دهيت. لكن الشاطر اللي ايه يستفيد بخبرات اللي قبله وما يقعش. وهنا سقط الإنسان وخالف الوصية. وربنا كان منبهه وقال له ما تاكلش منها. ومش كده وبس. قال له يوم أن تأكل منها موتا تموت. يوم أن تأكل منها موتا إيه؟ تموت. نتيجة طبيعية كمان لأن لو الإنسان خالف وانفصل عن الله وربنا ده مصدر حياته. أنتوا لما يكون فرع كده في الشجرة وثابت في الشجرة فبص تلاقي يبقى في حياة. لكن لو الفرع ده انفصل يموت. الكل غصن فيا كل غصن يثبت فيا ياتي بثمر. اثبته في محبته. فهنا كانت الخطيه الاولى للانسان. وبالتالي أصبح الإنسان تحت حكم الموت ودخل الشر للإنسان. فسدت طبيعته على المستوى الجسدي والروحي. وفقد امتيازات كتيرة ربنا كان حطه فيها. فقد حكمته اللي ربنا ادهاله واللي قدر بيها يسمي كل الكائنات. ادم هو اللي سمانا. شوه صورة الله فيه. وبالتالي ما بقاش له سلطان. تعرف في القداس الغرغور يقول له وضعت في صورة سلطان. لما الإنسان بيبقى فيه صورة الله واضحة بيبقى له هيبة على الطبيعة.
دخلوا الشر لدرجة انه حس انه عريان. عشان كده لما سمع صوت ربنا في الجنة راح استخبى، قال له اين انت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. قال له طب ما انت طول عمرك كده ما كنتش بتستخبى، مين اعلمك انك عريان؟ هو طب طبعا ربنا عارف، لكن هو عايز يخليه يستنتج لنفسه، مين قال لك انك عريان؟ هل اكلت من الشجره؟ فايه اللي خلاه يشعر انه عريان؟ كان الاول عنده نقاء. عارفين الاطفال كده لما بيكونوا ابرياء هم عريانين ولا على بالهم حاجه خالص، لكن لما يبداوا يكبروا ويبدا الفكر الشرير يدخلهم يبداوا يحسوا انهم عريانين. ففقد براءته ونقاؤه، وبدأ الفساد دخل فيه، فساد الخطية وفساد الجسد، لأن الموت بدأ يدخل بقى. يعني ما كانش آدم يمرض، لكن دخل المرض، لأن الموت مرتبط أو المرض مرتبط بالموت. الجسم يضعف ويموت تدريجيا كده لغاية ما ايه؟ قال له من ترابه إلى التراب تعود. وأصبح تحت حكم الموت والفساد. يعاني من كذا حاجة، حكم الموت، فسدت الطبيعة، بقى في جهل لما انفصل عن النور، إن رأس الحكمة مخافة الله. طيب ده آدم اللي أخطأ كده، طب يا ترى احنا مالناش دعوه؟ لا، المرتبه بخطيه واحد دخل الموت الى العالم واجتاز الموت الى جميع الناس، لان احنا كنا في ادم فورثنا كل حاجه. كما بأنه بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم خطأوا فيه، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا أيضا في المسيح صحيح الجميع. ده بعد كده فآدم خرج من الفردوس وبقى تحت حكم الموت، فساد طبيعة وجهل. واحنا طبعا ورثنا ده كله، طب ايه الحل؟ ده ربنا خلقنا عشان بيحبنا، وخلق الكون ده كله والارض بكل ما فيها من خيرات عشان الإنسان، ويجي في الآخر كل اللي بيعمله ده يفشل وينتهي بحسب إبليس.
مش ممكن. طب ايه الحل؟ بقى آدم وذريته تحت حكم الايه؟ الموت والفساد والجهل والظلم. طب الحل ايه؟ هل يفني الانسان خالص ويخلق حد تاني؟ برضو مش بحسب صلاح الله صعب. طب ينفع الانسان يتوب ويبقى التوبه خلاص؟ نعم؟ لا ما ينفعش، لان الله حكم اجره الخطيه موت. والله صادق وعادل. البابا اثناسيوس يقول التوبه تنفع لو ما عقبهاش فساد وحكم موت، انه عمل غلط وهيقف، هتمنعه عن الغلط بعد كده. لكن طب حكم الموت وفساد الطبيعه اللي فسدت، هل التوبه تعالج ده كله؟ لا. طب ايه اللي يحصل؟ ده عنده كذا مشكلة، عليه حكم بالموت، وفي طبيعة فسدت، وبدل ما كان عنده حكمة واستنارة بقى في جهل وظلمة. الحاجات دي تتصلح ازاي؟ ما هو الحل؟ فكان لابد من حل. احنا ممكن نغلب بالحلول، لكن ربنا بقدرته يقدر يحل المشكلة. هو صالح ومحب وعادل أيضا وصادق. فكانت فكرة الفداء زي ما بنقول له فداك يا حبيبي كده، حد يدفع الثمن، لابد يفدى الإنسان، ولابد ان تتجدد الطبيعه. طب يبني ازاي؟ ما هو المخلوقات اللي موجوده ما فيش غير الانسان بس، ادم وحواء الاثنين وعوا، وفي حيوانات وفي ملائكه. هل ينفع الحيوان يبني الانسان؟ لا. ليه؟ لأن الحيوان عبارة عن جسد بلا روح. فما ينفعش. هل ينفع الملاك؟ لا. الملاك روح من غير جسد، فهيموت ازاي عند الإنسان؟ ما يموتش. هل ينفع أي إنسان تاني؟ لا، لأن كلنا كنا في آدم وكلنا أخطأنا، وهو وحواء أخطأوا.
طفل يعني كنت في المرحلة يعني لسه الواحد يعني شاب صغير، وجات لي فكرة كده افتراضية، قلت الله طب نفترض إن كان هي حواء كانت الأول، طب نفترض آدم ما كانش وافقها وما كانش كلب، يبقى في الحالة دي حواء سقطت وآدم لا، كيف كان يتم الفداء؟ الوضع هيبقى إيه بعد كده في الحالة دي؟ المهم قعدت افكر في الموضوع مش لاقي له يعني ايه اجابه، فكان ملجئي مين بقى لما يكون حاجه زي كده اساله؟ كان المتنيح سيدنا الحبيب نيافه الانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي الراحل ربنا ينيح ناصره. فرحت فعلا المحاضرات حاضر معاه، وبعدين استأذنت قلت له ممكن أسأل سؤال افتراضي؟ قال لي اتفضل. فقلت له السؤال كده، طب نفترض إن مثلا يعني حواء كانت وخلاص وقعت في الخطية، لو كان آدم ما سمعش الكلام وما كانش، كان هيبقى آدم ما سقطش وحواء سقطت؟ لا، الحل كان هيبقى ايه في الحالة دي؟ فابتسم وقال كده بالنص، قال على كل حال نشكر الله ان سؤال افتراضي ما حصلش في الواقع يعني، وان كان لا يوجد حل في ذهننا لمثل هذا الافتراض إلا أننا نثق أنه لابد أن يكون عند الله حلول لمثل هذه الافتراضات اللي ما حصلش في الواقع. بس أنا كنت واخد الموضوع جد، وفوجئت الموضوع أثار حوار ونقاش كنا طلبة في الكلية الأمريكية ساعتها بين زمايلنا طلبة وطالبات، لدرجة بعد المحاضرة وخارجين والحوار سخن بقى وعمالين ناخد الرد. فالمشكلة إنه لو ما كانش كلب وكل واحد عمال يقول إيه رأي، وإحنا في شدة الحوار والنقاش فوجئت ببعض زميلاتنا كان بنات ماشيين ورانا ومتابعين الإيه؟ الحوار. وفجأة خرجت واحدة منهم كده قالت انتوا تعبين من نفسكم وعاملين مشكلة من مفيش ليه؟ فهي بتقول لي كده، انا ببص لها من هذه اللي خلى سيدنا غريغوريوس نفسه الراجل احترم السؤال ويعني جاوب اجابة يعني كويسة. المهم كملت على طول كلامها، قالت هو من الاصل ما كانش يقدر ما ياكلش، طالما عليك الكل يبقى لازم ياكل. بس ايه رايكم؟ احنا ضحكنا ساعتها، لكن مع خبره الحياه ومع الزمن اتضح ان كلامنا حقيقي. بيحصل لغاية دلوقتي كده يعني. لكن هو طبعا الانسان بلا كله مفيش انسان يبقي انسان تاني، لان الكل وقع تحت الحب، ده غير ان الخطية موجهة ضد الله، فطبعا لابد بحكمة ايه الله يتمم الفداء. حكمة الله اللي
رحمته. فلابد اللي صنع الإنسان هو اللي يبقي الإنسان. تعرفين لما يكون مثلا واحد عنده عربية وعطلت، أحسن حد يصلحها مين؟ التوكيل بتاعها اللي هو نفس المصنع اللي إيه؟ عملها، هو اللي يعرف خبايا العربية دي إيه ويصلحها مثلا. فكان لابد إن أقنوم الكلمة هو اللي يبدي الإنسان. طب إزاي؟ ده عليه حكم الموت وفي فساد للطبيعة. وفي ده شوفوا حكمة الله بقى لما بتتجلى. قال خلاص يبقى أنا الكلمة صار جسدا عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. وإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. فأخذ جسد قابل للموت. دي أول حاجة. أنا مش عايز أبعد عن المنهج بتاعكم عشان لما نجيب لكم الامتحان، بس أحيانا ممكن نقول حاجات مش في الكتاب، بس خلي بالكم منها. فأخذ جسد قابل لإيه؟ للموت، لأن لازم ينفذ حكم الإيه؟ الموت. وباتحاده بطبيعتنا الفاسدة اللي فيها الموت وهو الحياة، فيعطيها الإيه؟ الحياة. وده اللي عمله ربنا من البداية، ادى وعد بصورة كده غير مباشرة أو مباشرة بمعنى أصح، صدقوني ما أقدرش أقول غير مباشرة. أما قال لحواء ونسلك يسحق رأسها، نسلك يسحق إيه؟ رأسها على الحي يعني. مين هو نسل المرأة هنا المقصود به ربنا يسوع المسيح؟ انه جاء ولد من امرأة. يسحق رأس الحي اللي هو مين؟ الشيطان. وعشان كده كان لابد هو الوحيد ليس بأحد غيره الخلاص. شوفوا الكتاب بيقول ايه؟ ليس بأحد غيره الايه؟ كانش ممكن يكون في خلاص للإنسان من غيره أبدا أبدا أبدا. وجاء المسيح في الجسد، واحنا ندرس بقى عقيدة التجسد بالتفصيل في الموضوع الجاي. وعشان يقضينا كان لابد كل ما نستحقه نحن هو يدفع ثمنه. من أول الإنسان عايز يبقى إله يبقى زي الله، فهو اللي صار إيه؟ صار إنسانا. أنت يا آدم عايز تبقى زي، طب أنا اللي هبقى إيه؟
زايد. الفداء تم على الصليب، لكن الصليب ده كان القمة، لكن طول حياة ربنا يسوع المسيح بدأ يعالج كل نتائج الخطية اللي احنا ورثناها، ويدينا نموذج مثالي لآدم الثاني اللي هو هيبقى ايه نحيا بيه. انت انخدعت بالاكل، انا هصوم عشانك. وهكذا في كل حياتي يا اولاد، لغايه لما جه الوقت اللي هو حدده وكان لابد ان يموت عنا ومات على الصليب، ولكن لماذا كان الصليب هو وسيلة الفداء؟ أول حاجة لأن هو كان حاطط قلب دون سفك دم لا تحدث مغفرة. الصليب فيه سفك إيه؟ سفك دم. حاجة تاني، هو مين اللي اختار الصليب انه يتصلب عليه؟ هو اللي اختار ولا اللي صلبوه هو اللي اختاروا؟ فسابهم يختاروا له ابشع موتة، ودي فعلا كنا احنا نستحقها. لأن في الصليب يقول الكتاب ملعون كل من علق على خشبة. مين اللي كان يستحق اللعنة؟ احنا، فهو حمل اللعنة عنا. الصليب ده مصنوع منين؟ والخشب منين؟ من الشجرة. وآدم مد إيده على إيه؟ الشجرة. فكان لابد آدم خد ليأكل، والمسيح مد إيده على الشجرة اللي هي خشبة الصليب ليموت عننا. في الصليب بيفتح الذراعين ليضم الجميع ليد مرة تانية. الصليب عالي في الهواء، يبقى موجود في الهواء. مين له سلطان الهواء؟ الشيطان، عشان ينتقي بيه ويحرر الطريق للسماء في عقر دار الشيطان في الهوى. الفساد كان دخل الإنسان بالكامل، كل أنسجة وخلايا الإنسان فسدت. الصليب هو الوسيلة، من أكتر الوسائل اللي فيها كل جسم الإنسان، كل خلية فيه يعني بتتألم وتتمزق. الصليب أبشع موتة، وده كان بحكمته، لأن كل ما بيكون الموتى قوية كل ما تظهر عظمة قيامته بعد كده. مرة بس
زمان سئلت سؤال ليه واحد كان يعني صديق أو مش كان صديق يعني هو كان ضيف عندنا في الدير شخص مهذب ومحترم لكن مختلف معنا في العقيدة فبطريقة مهذبة جدا كده بيسألني قال لي أنا عايز أسأل سؤال بعد إذنك قلت له اتفضل قال لي في حاجة محيراني انتوا بتقولوا السيد المسيح اتصلى واحنا بنقول ما اتصلاش قال فهنعترض جدلا انه اتصلى انا واحد قتل ابويا بخنجر او ماخد الخنجر ده واخليه العلم بتاعي يعني افترض الصلاة ما لقيتوش غير الصليب اللي تخلوه العلم طب ليه؟ كلامه منطقي فعلا وكويس جدا، أنا انبسطت يعني قلت له بحسب المنطق بتاعك كلامك مظبوط 100%، لكن أنت حطيتها بمعادلة بصورة معينة نتائجها زي ما بتقول كده، حطيت إن السيد المسيح طرف، الطرف الثاني اليهود الوسيلة اللي كانوا يحبوا يقضوا بيه عليها الصليب وانه مات بقى بالصليب فمنطقك يبقى سليم لكن احنا بننظر للمعادلة بصورة أخرى قلت له بالنسبة لنا أولا المسيح مش مجرد إنسان هو الإله المتجسد وهو جه مخصوص علشان كده يعني لو اختلفنا مع بعض ان السيد المسيح مثلا احنا نقول فتح الاعمى وانت تقول ما فتحش ولا ما يهمش نقول اقام الموتى تقول ما اقامش ولا ما يضرش لكن احنا نقول اتصلب تقول لي ما اتصلبش ولا لا اتصلب دي ما فيش فصال فيها خالص لكن السيد المسيح وهو الاله المتجسد ما كانش الاعداء بتوعه اليهود ولا الانسان خالص لا ده كان الشيطان لان هو علمنا كده حربنا ليست مع لحم ودم بل مع عجلان الشر الروحي وده اللي على اساسه بيعلمنا نقول صلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويضطهدونكم لأن دول بيبقوا ناس لما واحد يسيء إليا يبقى الشيطان ضحك عليه مستعبطه واستضعفه ف من خلاله بيتعبني فهو مش عدوي لكن أنا بصلي من أجله إن ربنا يديله نصرة على الشيطان هو نفسه هو على الصليب طلب المغفرة لصليبين قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فدول ما كانوش أعداء عدوه هو إيه؟ الشيطان طب إيه اللي حصل؟ الشيطان فضل يهيج اليهود إنه يصلبوه لأنه كان يخفي لاهوته عن الشيطان لأنه لو عرفوا ما صلبوا رب المجد وقعد الشيطان متشكك عشان كده تنهي عنه كنت أنت ابن الله فانزل على الصليب فنؤمن بك إن كنت أنت لكن ربنا سكت لم يفتح فاه في كلمات معينة كده قالها قال له أنت قلت أنت يعني لكن ما تكلمش بالتفاصيل ففضل الأمور ماشية بخطواتها
تلقائيا إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة اللي هي يحصل فيها الموت. هو الإنسان بيموت إزاي؟ روحه بتخرج عن جسده، وربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد، لاهوته متحد بالناسوت. الناسوت عبارة عن إيه؟ روح وجسد، واللاهوت متحد بيهم. فجه في اللحظة اللي الروح فارق الجسد، لكن كل من الروح وكل من الجسد متحد بمين؟ باللاهوت. وقال في يديك استودع رهابتا، في يديك استودع روحي. وهنا تجرأ الشيطان واقترب، لأن هو كان بعد سقوط الإنسان كان أي إنسان يموت يروح واخد إيه؟ روح. فافتكروا إنسان عادي، فتجرأ واقترب عشان إيه؟ ياخد روح. وهنا كانت الصاعقة للشيطان. مين اللي قبض عليه؟ ربنا يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب أشهرهم جهارا ظافرا بهم على الصليب، مسكوا قيدوا. نار رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيها شيء. من منكم يؤكدني على خطية؟ ملوش في حاجة، نفسي في يدي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. وهنا قيد الشيطان وحرر سبا، نزل إلى أقسام الأرض السفلى، سبا سبيا وأعطى الناس كرامات أو عطايا، أطلق كل المقبوض عليهم في الجحيم من آدم لغاية صلب المسيح. فهنا مين اللي انتصر في المعركة دهية؟ قال لي يبقى كده سيد المسيح. كانت وسيلة الانتصار ايه؟ الصليب. قلت له هذا ما نؤمن به. فاحنا الصليب بالنسبة لنا مش علامة العار او الذل، اصبح علامة النصرة. اللي الشيطان لما بيشوفه بيرتعب دلوقتي. في الحقيقة هو كان انسان مهذب. قال لي على كل حال حضرتك قلنا ان في اختلاف في العقيدة، لكن انا طبعا كده قدرت افهم وجهة ايه؟ وجهة نظرك. طبعا يا اولاد الفداء ده عشان يتم سر عظيم. ده تم بواسطة أقلوم الكلمة، أقلوم الحكمة والمعرفة. فعشان كده ربنا ما عملوش في الحال بعد سقوط الإنسان مباشرة، قعد فترة من الزمان يمهد البشرية عشان ندرك قيمة الخلاص ده. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين، يقول كيف ننمو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مختاره. كان لابد عشان نستفيد بيه ندرك مقداره. ففضل يهيئ البشرية بالتعب الأحداث وبالنبوات وبالرموز
فترة طويلة بدأت من كلامه مع حواء لما قال لها ايه اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك فده كان اول وعد إشعياء النبي يقول أرسلني لأعصب منكسر القلوب لأنادي المزبيين بالعتق مين اللي كان سبيهم؟ الشيطان وللمقصورين بالإطلاق مجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل أسامنا تأديب سلامنا عليه وبجراحه وبجراح شفينا طبعا كل التفاصيل اللي حصلت ليها نبوات حاجة حاجة دخول أورشليم وردت في زكريا طرد الباعة من الهيكل عن المحاكمة داود يقول يتصيدون نفس الصديق ويستحلون الدم الزكي تأمروا علي على أن يلاشوا كرامتي بذلت ظهري للضاربين وجهي لم أستر عن العار والبصاق العار بصر قلبي خلي بالك يا أولاد المسيح له المجد لم يتألم ألام الصليب فقط كانت ألامه شاملة ألام جسدية ألام روحية ألام نفسية لدرجة هو قال نفسي حزينة جدا حتى الموت ولما يقول حتى الموت يبقى حتى الموت لدرجة شدة ألامه النفسية خلت عرقه يتسبب بقطرات دم ليه ألام نفسية؟ ده يكفي ان مين كل اللي كان حصل معانا هو خده على لنفسه كان يعني ما نستحقه هو خده تخيلوا مين اللي يسلمه الذي اكل خبزي رفع علي عقب اعز احباؤه أعز أحبائي التلاميذ وقت الشدة كلهم إيه؟ هربوا في ما عدا واحد بس الناس اللي هو عمل معاهم كل خير قالوا عليه وقالوا أسلوبه أسلوبه استجابوا للغوغائية وللإشاعات أو الشائعات في اليهود قعدوا يشيعوا حاجات يهيبوا الناس عليه خليهم بدل ما كانوا بيقولوا وصلنا يقولوا إيه؟ أسلوبه وفي ناس عقلها صغير وما عندهاش استقامة قلب تصدق كل حاجة وتحكم على الغير كده على طول الناس اللي شفاهم وقومهم عشان كده كان مرة قدس البابا شنود الحية في قصيدة هي سنين من الحان برباس عفر عن الحكاية دي هي يقول له عجبا يا رب ماذا قد جرى وعلامة قربهم فيك علامة عشت يا مولاي حينا بينهم تنزع فرطها منهم والخصام كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملكت الكون حبا وسلاما كنت رجلا لكسيح ويدا لاشل وابا بين اليتامى
فلماذا قامت الدنيا على شخصك الحاني وزادت في أذاه؟ ولماذا أنت مصلوب هنا وأنا ألقاك حر أتباه؟ حكمة يا رب لا أدركها وحنان قد تساوت لنا. فكل الخير اللي عمله يقابل بالجحود والقسوة. لدرجة بيلاطس يقول أي شر فعل لا أجد فيه علة، يقولوا دمه علينا وعلى أولادنا، عمل لكم إيه؟ الحاجات دي يا أولاد كانت آلام نفسية شديدة اكتسى نائبا عنا. يعني كل أي ألم سواء جسدي أو نفسي كان المفروض إحنا ناخده، هو خده بالنيابة عننا. غير الآلام الروحية بقى محدش يحس بيها قوي، عار الخطية وبشاعة الخطية وهو القدوس، كل خطايا البشرية من أول خطية آدم إلى يوم القيامة. إن إحنا ما زلنا على فكرة كل خطية بنعملها بتتحول على دم المسيح. أو تفتكروا إنه اتصلب على خطية آدم وبس، ما زلنا الخطايا بتاعتنا دفع ثمنها إيه؟ وكانت قدامه كلها، دي كلها منسوبة إليه وهو القدوس. ده مش كده وبس، خرج لهذه الآلام وهو عالم بكل ما يأتي عليه. عارفين في مثل يقول أسوأ مريض هو الطبيب، أما بيكون واحد عارف أبعاد المرض اللي عنده اللي هيجرى إيه، تلاقي معاناته تبقى كتيرة غير اللي ما يبقاش جريان بالدنيا. فهو عالم بكل ما يأتي عليه. فدي كلها كانت طبعا آلام شديدة. في نبوات كثيرة ليها سبق تقراها في الكتاب، في رموز زي الذبائح في العهد القديم كلها كانت ترمز ليه، حروف الفصح حية نحاسية، كان في شخصيات رمزية. دي حاجات مش محتاجة شرح، لكن تمم الفداء لينا ولنا الخلاص، فدانا من حكم الموت ولنا التبرير، صرنا أبرياء من هذا الحكم، لنا غفران الخطايا وبقى في مصالحة مع السمائيين. و ادانا ان نحيا الى الابد معهم في الملكوت، وده هيكون بالقيامه بقى. يعني المسيح فدانا، لكن هو بعد ما مات ايه؟ قام. فاحنا سننال استحقاقات هذا الفداء بالكامل بالقيامة. وبدل ما كان الإنسان يعيش في فردوس أرضي، أصبح نعيش في ملكوت السماوات. وبكده يبقى خلى الإنسان في وضع أحسن مما كان. لكن هل الخلاص ده متاح لكل البشرية؟ خلي بالكم من السؤال، هل الخلاص ده متاح لكل البشرية؟
نجاحنا من البشرية كلها. طب هل كل البشرية هتستفيد بيه؟ لا. أمال مين؟ من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. طب ازاي ننالوا؟ اللي هو بنقولها في القداس، تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص اللي هي الأسرار. بننالوا من خلال المعبدية، الإيمان والمعبدية والتناول وبقية الأسرار. فدي كلها الوسائل اللي بننال بيها الإيه؟ بركات الفداء بالكامل. عشان كده عيد القيامة بالنسبة لنا هو أبدا.